في البيت التلفزيون كان شغال، جاب لي حاجة كده ولا عالبال، سمعت اسمي ويا السؤال، بجابة جامدة جت في الحال. ليش هيك؟ ليش هيك؟ سؤال غلس أو سهل لطيف، يجاوبوا لينا أبو العريف. بروجرام لذيذ ودمه خفيف، على سات 7 كيدز ظريف، لكل ولادنا في أي مكان، كويت وتونس مصر ولبنان. ابعت سؤالك هنا والآن، هرد عليه وقشطة يا مان. ليش هيك؟ ليش هيك؟ ازيكم يا ولاد؟ احنا النهارده موجودين في العراق في اربيل، رجعنا تاني علشان نصور مع مريم. مريم احنا كلنا عارفين ان هي في ولاد كتيره جدا وناس كتيره في العالم قدرت ان هي تغير فيهم بكلامها اللي طالع من قلبها. احنا النهارده عاملين مفاجاه لمريم، هي ما تعرفش ان احنا موجودين هنا. احنا جايبين لمريم كل الكروت اللي اتكتبت ليها ولكل اطفال النازحين اللي خرجوا من مناطق مختلفة من العراق، علشان النهاردة نيجي نقدم ليهم الهدية اللي طلعت من قلب العالم كله ليهم هنا. مريم ما تعرفش خالص ان احنا جايين، المفاجأة يعرفها بس بابا مريم ومامة مريم. بعد شوية هنقابل مريم ونحكي معاها، ونفسي واحنا بنتفرج على مريم نعرف ان الامل لسه موجود، وان كل واحد فيكو يقدر يغير زي ما هي قدرت تغير في العالم. مش معنى ان احنا قابلنا مريم هو ان احنا هنبطل صلاة، بالعكس نفسي كل واحد فيكم يكمل صلاة أكتر وأكتر علشان ربنا فعلا يقدر يكمل عمله مع كل الأطفال في كل مكان في العالم. كان عندي صديقة وإذا هوني كان عندي صديقة اسمها ساندرا، وكنا أنا وهي كل اليوم مع بعضنا وكل المدرسة مع بعضنا، مع أنه كنا بعيدين بيوتنا من بعض، بس كنا نحب بعضنا كثير. يعني إذا هي غلطت علي وأنا غلطت عليها نسامح بعضنا، ومرات كنا نلعب ونغلط على بعض بس نسامح بعضنا، وكنا نحب بعضنا. بس هسه أريد أشوفها. شوف بس، أنت مش عارفة هي فين خالص صح؟ لا ما أعرف وينها. طيب هي لو ساندرا بتفرج علينا دلوقتي اكيد هي كمان بعتلك سلامات، واكيد هي كمان بتحبك يا مريم. بيني كثير وانا حتى احبها، ويا ريت اشوفها يوم. اكيد، ونفسي كمان احنا نبقى معاكي في اليوم ده. علوة يعني ايه؟ يعني علوة نرجع على بيوتنا، هي ترجع على بيتها ونشوف بعضنا، وترجعوا كمان في بيت احلى من البيت الاولاني كيف الله. ننتقل على صبية حلوة كتير منهم يمكن بيعرفوها وتعرفوا عليها من قبل، واليوم رح يرجع يشوفوها من سات 7 كيدز مباشرة، وهي ساندرا. ساندرا حبيبي قد ايه عمرك؟ 9. ساندرا هي صاحبة مريم. مريان ساعدتنا ان ساندرا تبقى موجودة معانا النهاردة جوه سات 7 كيدز، وده شرف كبير قوي قوي لينا ان احنا نتقابل النهاردة في عيد القيامة، وأكننا يا ولاد بنجمع ان رب يسوع مش بس جه على الارض علشان يخلصنا من خطايانا، لكن رب يسوع جه علشان يكون لكل واحد فينا حياة افضل. ساندرا عايز اسألك، وانت عارفة ان مريم دلوقتي بتسمع صوتك على التلفزيون، تحبي تقولي لها ايه يا ساندرا؟ وبصي هنا عند الكاميرا الحلوة. بدي اقول لها اشتقت لها كتير كتير كتير، وبدي اشوفها حتى اضمها، وبدنا نرجع للعراق واشوفها، بس ما في امان. ما فيش امان في العراق؟ بس في امان في قلبك ولا مفيش امان برضو في قلبك؟ الامان اللي جوه قلبك راح في طب ازاي وانت سايبه اهلك وعيلتك واصحابك؟ يمكن اهلك موجودين معاكي بس سبتي كل الاماكن اللي انت بتحبيها، لسه ازاي في سلام في قلبك يا ساندرا؟ جه منين يعني السلام ده؟ ازاي وسط كل التعب ده في سلام في قلبك يا ساندرا؟ مين بيعطيك هيدا الامان يا ساندرا؟ مين يسوع كيف بيعطيك الامان؟ بس تكون انت خايفه او عم تتذكري ايام صعبه عشتيها، شو بتعملي حتى يسوع يعطيك هيدا السلام؟ بنصلي. حلو كثير. بتجتمعوا انت وعائلتك واخواتك وبتصلوا؟ شو بتطلبي من يسوع كل يوم؟ بصلي له. يعني شو بتطلبي منه؟ بطلب منه ترجع قرقاش
حبيبتي انت. ونرجع نحن كمان. شو حلو، بتعرفي انه يسوع بيسمعك؟ بيسمع كل صلاه بنصلي له اياها دائما دائما. بعرف. طيب قولي لي، انت فاكره ترنيمه او فاكره حاجه لما بتبقي قاعده لوحدك كده بتحبي ترنميها او تكلمي يسوع بيها، ولا مش فاكره ولا حاجه خالص؟ عندي ترانيم. بتحبي تقولي اكتر واحده انت بتحبيها؟ تبقى صغيره وقصيره بس نسمعها منك، ايه رايك؟ اكو واحده. بتتفرجي على الفيديو حسيت ان انت بتدمعي شويه، ده كان حقيقي ولا انا ما كنتش شايف كويس؟ كنت بتعيطي شويه ولا لا؟ لا هلا لا، بس هداك اليوم يلي شفتها اول مره دمعت. حبيبتي بالعراق كنت تلعب انت ومريم، شو كنتوا تلعبوا؟ خبريني شو بتتذكري كنتوا تلعبوا سوا؟ نحن يوم الاحد كنا بنروح على الكنيسه، ومرات مريم بتخبرني بتقلي تعالي يمنا وانا بروح يما. وهلا السربرايز الكبيره انه معنا مريم مباشره على فايبر تتحكي هلا مع ساندرا، ورح نشوفها هون مثل ما شايفين على التليفون. مرحبا يا مريم. مرحبا، كيفك يا حبيبه؟ عم ينسمع الصوت؟ أنا كتير منيحة، شفت أبو العريف؟ مريومة ازيك؟ أنا كويسة، ازيك؟ أنا زي الفل، أنا مبسوط قوي قوي النهاردة إن أنتي وساندرا مع بعض جوه يلا نغني سوا في سات 7 كيدز. شكراً. إحنا مبسوطين قوي قوي إن إحنا بنسمع صوتك، أنا نفسي دلوقتي أنتي تحكي مع ساندرا، إيه رأيك؟ يلا يلا هيتا نشوف ساندرا ومريم شو رح يحكوا مع بعضهم. شو بدك تقولي لها مريم؟ هلو ساندرا، كيفك؟ انا منيحة، انت كيفك؟ منيحة الحمد لله. وعيدك سعيد والمسيح قام. حقا قام، شكرا. انت عيدك سعيد. مريومة عايز أقولك إن من شوية في بداية الحلقة ساندرا كتبت ليكي رسالة، مش عارف أنت سمعتيها ولا لأ، إيه رأيك ساندرا تقرالك الرسالة دي على الهواء دلوقتي يا مريومة؟ ده من الجوابات اللي إحنا هنجمعها ونجيبها لك العراق قريب قوي قوي، بس نفسي إن ساندرا تقرالك اللي هي كتبته ليكي على الهواء. أوكي يا مريومة؟ أوكي. يلا يا ساندرا إلى صديقتي مريم العزيزة، أهدي أحلى وردة الأحلى صديقة، ولك معزة خاصة بقلبي إلى رفيقتي الغالية مريم، يا من تشبهني في كل صفاتي، يا من كنت أبحث عنك في عيون الآخرين، أنت العزيزة دوما بنظري. شو رأيك يا مريم؟ حلوة حلوة كتير هاي الرسالة. حبيبة يا مريم. ساندرا أنا هجيب لك رسالة لما يخلص البرنامج. إيه. واو كتير بدنا نعرف رح تكتبي لها لساندرا. حبيبة أنت. مريم في أي حاجة تاني نفسك تحبي تقوليها دلوقتي على الهوا لساندرا؟ نفسك تحكيها حاجة، نفسك تصلي لها، نفسك تقولي لها إيه في وقت العيد النهاردة عيد القيامة؟ حتى في وسط الصعوبات اللي انتوا بتعيشوا فيها، ايه الرساله اللي انت تحبي تقوليها النهارده لصاحبتك ساندرا يا مريومه؟ انا اريد اصلي لصديقتي ساندرا. يلا صلي صلي يا مريومه. يا رب يسوع انا بصلي لك عشان ساندرا صديقتي، عشان تحميها وعشان تخلي في طرقاتها ناس بيحبوها ويقدروها ويعني يحبوها. أشكرك يا ربنا نجتمع مرة ثانية، حتى إذا مو يعني حتى إذا مو وجه لوجه،
وشفنا بعضنا بعض. آمين. امين امين يا مريومه. امين. شو هالمحبه هيك الصاد او الحلوه، وعم بتصلي لربي يبعث لها ناس بحبوها مطرح ما هي. عن جد انا كمان تعلمت كثير من صداقتكم، تعلم كيف هيك نحب اصحابنا ونصلي لهم ونطلب لهم كل الخير. وعن جد من كل قلبي بطلب من الرب انه ترجعوا تلتقوا، وان شاء الله هيك تزبطي ابو العريف تعملوا هيك شيء مشوار يلتقوا فيه ساندرا ومريم ويشوفوا بعضهم، وهيك يشاركوا بيكونوا كل واحدة منهم تعلمت شيء جديد. تعرف حتى بالظروف الصعبة اللي بنقطع فيها أنا أكيدة مريم كتير عم تتعلم إشي حلو، عم تتعلم يمكن تشكر يسوع بكل الظروف، وصاندرا كمان عم تتعلم، وهيك بتتشاركوا بعضكم الإشي اللي تعلمتوها كل واحدة بالمكان اللي كانت عايشة فيه. تحب تصلينا يا أبو العريف؟ يلا بينا. ومن بعدها بنودع أصحابنا. يا رب يسوع من كل قلبي بشكرك يا رب لأن أنت جيت يا رب على الأرض دي علشان تخلينا كلنا شبهك يا يسوع. أشكرك يا رب لأن أنت اديتنا أغلى حاجة عندك يا رب، أنت قدمت نفسك لينا. أشكرك يا رب يسوع من كل قلبي يا رب لأنك بتحب كل واحد فينا يا رب، سواء إحنا أطفال أو كبار. يا رب يسوع عيد القيامة مش عيد بيجي مرة واحدة في السنة، ده عيد بنعيشه كل يوم. قربنا يا رب يسوع منك ومن قلبك ومن وصاياك، خلينا يا رب نحبك ونحب الناس اللي حوالينا زي ما أنت حبيتنا. أشكرك يا رب جدا جدا لأن أنت قدرت أن أنت تجمعنا يا رب، وتجمع يا رب مريم وساندرا النهاردة. في اسمك يا رب أشكرك. احنا موجودين النهارده ما نقدرش نكمل اليوم الا لما نقابل أليس. أليس هي مامة مريم. مريم هي ما تعرفش زي ما قلنا يا اولاد ان احنا جايين النهارده، وكنت عايز اسالك يا أليس ازيك الاول؟ الحمد لله زينين، انت شلونكم؟ احنا كويسين قوي ان شاء الله، كنا كويسين ومبسوطين ان احنا بنشوفكم تاني. احنا من كلش فرحانين انت جيت، وهي ورا سنه. احنا بقالنا تقريبا حوالي اقل من سنه يمكن 11 شهر. مظبوط بالضبط. طيب انا عايز اسالك، لما شفتي وعرفتي اللي حصل مع مريم ده، ايه احساسك كأم وانت شايفه ان بنتك بتغير العالم بروح القدس اللي جوه قلبها يا أليس؟ شوف يعني هي يعني احاسيس متداخله، يعني احنا ما كنا متوقعين انه راح تسوي كل هالضجه بالعالم يعني. بعدين عرفنا منكم بواسطة سيفن، بس يعني الشيء اللي أنا كنت متأكدة منه داخلياً إنه هي لأن من كانت تحكي ما هي كانت تحكي، فالروح القدس كان اللي هو اللي يحكي بها، وكان بهذاك الوقت يعني الروح القدس يريد يوصل فتشي للعالم كله، فيعني هي فرح وتوقع يعني غير ما كنت متوقع إنه راح يصير هذا الشيء، بس كنت متوقعة بعمل الروح القدس بهذا الشيء. وأنا صراحة غير يعني إحنا ما كنا متوقعين إنه راح يصير كل هال، يعني كنا نتمنى إنه راح توصل مثلاً المجموعة من الأطفال، بس ما توصل لكل العالم يعني هذا فشي يعني فاق كل التصور والتخيل. بس هو مو كثيرة ومو صعبة ومو يعني كلش مو قليلة على رب العالمين. هو يعرف شلون يوصل الكلمة بواسطة طفل صغير وبواسطة وقت معين يوصل لكل أنحاء العالم، للصغير والكبير، للطفل، حتى للرجال الكبار. إحنا من إجانا ورا ما سمعوا يعني قالوا إحنا هالكلمات الصغيرة حولت حياتنا من صدق يعني. فيعني إحنا نشكر ربنا يسوع على هذه يعني هي فعلا موهبة خاصة كانت المريم. دي حقيقة. إيه فعلا موهبة خاصة، نشكر ربنا يسوع عليها. من 11 شهر تقابلنا في عنكوة مول. دلوقتي انا شايف المكان احسن كتير يا أليس، مظبوط؟ اكيد يعني احنا من كنا بالمول كانت حياتنا فد مره متبهدله، يعني وضعيتنا كلش صعبه كانت، بس من اجينا هنا الحمد لله يعني صارت حياتنا احسن. هي مو كلش طبيعيه، بس احسن من يعني احسن من ما كنا بالمول، واحسن مما يعني احسن من غيرنا. احسن من غير نازحين يعني. الحمد لله الكنيسة نهائيا ما قصرت ويانا، وحتى اكو قناة شاركت بهاي الكرفانات اسمها قناة الطريق، اكيد كلكم تعرفوها يعني، هم اللي همين شاركوا بهاي الكرفانات، والحمد لله والشكر يعني. الله ابد ما يخلي ابد ما يعوف يعني، حاشا رب العالمين يعوف عبده. ف
سهل كل الأمور علينا ويسرها ودي يمشيها، يعني ما يخلينا محتاجين لأي يعني أي حاجة إحنا ما محتاجين لها. يعني إذا مثلا رب العالمين يشوف يعرف أنه هذا الشيء محتاجة، يخلي بقلب ناس وتكمل الحاجة، يعني توصل. أليس في شوية كروت موجودين معنا على الباك جراوند بتاع المشهد وعلى باب الكارفان بتاعكم. أنت عارفة إن إحنا معنا شنطة كبيرة جدا مليانة كمية كروت كتيرة قوي قوي عشان مريم. تفتكري مريم لو جت وشافت الصور دي هيبقى إيه إحساسها؟ إيه رد فعلها هيكون تفتكري؟ صراحة أنا ما أعرف إيش راح يكون إحساسها، بس انتم من راح يصورون راح تشوفون، يعني خليها مفاجاه لي والكم همين، ويمكن يعني خلي تكون المفاجاه للكل مو بس الها، يعني راح تكون المفاجاه لكم والي والها، يعني فما اعرف احساسها بالضبط شلون راح يكون يعني صراحه. أليس في حاجه تحبي تقوليها لامهات الاطفال التانيين اللي برضو ممكن يكونوا فقدوا حد من اولادهم في الوقت الصعب اللي عدى عليكم؟ نشكر ربنا قوي ان انتوا قدرتوا ان انتوا تيجوا هنا وتبقوا موجودين وسطنا، لكن في عائلات كتيره ممكن تكون فقدت حد من اطفالها او اطفال فقدوا اهلهم، تحب تقولي لهم ايه يا أليس؟ يعني اقول فعلا الله يساعدهم والله ينطيهم صبر وتنقضي هالفتره الكلش، لان احنا نعرف ناس راحت أطفالها منها يعني راحت، ما نعرف راح ترجع لو ما ترجع هاي أطفالهم الأحضان أمهاتهم. بس أقول يعني خاصة للأمهات، لأن أنا حسيت بهذا الشيء وكأنه هاي الأطفال كانت أولادي أو بناتي، أقول يا ربي يا يسوع أنت اللي تنطيهم صبر، أنت اللي تنطيهم تعزية، أنت اللي تنطيهم أمل أنه رجاء أنه يجي يوم من الأيام ترجع هاي الأطفال لحضن أمهاتها. ونطلب من أمنا مريم العذراء أنه فعلا تساعد هذول الأمهات صورة خاصة لأمهات، لأن هي كانت أم وهي وصلت أنه الحد يروح يسوع من إيدها بواسطة يعني غير، ف يعني هي تعرف إحساس الأم من طفلها يروح من عدا. ف يعني أنا أقول يا يسوع أنت اللي تنطيهم صبر وأنت اللي تنطيهم، وأكيد يعني إحنا رجاءنا بيسوع أن يوم من الأيام ما دام هذولا أولاد الرب وأولاد يسوع لازم يجي يوم من الأيام يرجعون لمكاناتهم، يرجعون لحضن أمهاتهم. وهي يعني بالنسبة للأمهات يعني أكيد لازم ما يقطعون أملهم ولازم ما يقطعون صلاتهم، لأن دائما إذا الصلاة متواصلة تكون مع يسوع دائما 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 يسمع ويعرف ويشوف أحاسيس الأمهات شلون تكون، فهو اللي راح ينطيهم صبر ورجاء. أمين. إحنا دلوقتي هنتحرك عند المدرسة بتاعة مريم، زي ما قلنا أولاد مريم ما تعرفش إن إحنا رايحين لها المدرسة، وكمان أليس كانت بتحكي إنه هي هتستنى رد فعل مريم، هي كمان ما تعرفش ممكن مريم تبقى ايه رد فعلها اول ما تيجي وتشوف كل الكروت دي وكمان كل الكروت الموجوده جوه في البيت. بعد شويه هنروح لمريم في المدرسه ونعمل لها مفاجاه كبيره، مش بس احنا كاسات 7 عاملين مفاجاه، المفاجاه جايه منكم انتوا يا امامير. على طريقتها ريتا كل مره بتطل عليكم بقصه جديده، ابطالها كلهم من الكتاب المقدس. تعرفوا على كلمة الله، صلوا وناموا بأمان وسلام. عطينا يا رب نصدق إنه أنت الله وقادر تعمل كل شيء باسم يسوع. قصة قبل النوم بتشاهدوه على سات سفن كيدز بالأوقات التالية. أهم الأحداث وأجدد الأخبار والقصص، السنابل نيوز على سات سفن كيدز بالأوقات التالية. أخبار السنابل. أبطال الكتاب
بتشاهدوه على سات 7 كيدز بالأوقات التالية. الوان موجودة وين ما كان. We are happy family. قصص، أغاني وأشياء كتير مغضومة. برنامج بيجمع كل الألوان. ألوان بتشاهدوه على سات 7 كيدز بالأوقات التالية. دلوقتي يا اولاد احنا قدام مدرسة مريم. مريم ما تعرفش ان احنا جايين، نفسي دلوقتي نتحرك سوا مع بعض وتعالوا نشوف مريم هتعمل ايه اول ما تعرف ان احنا واقفين على الباب. يلا بينا. دلوقتي يا اولاد احنا طالعين على الفصل ورايحين لمريم. مريم ما تعرفش خالص ان احنا جايين زي ما اتفقنا، وهي دي المدرسة والفصول زي ما انتم شايفين على اليمين وعلى الشمال. مش عاوزين بس نعمل اي مشاكل خالص للاطفال وهم موجودين، فاحنا دلوقتي نتحرك على الفصل بتاع مريم وهنشوف ايه رد فعلها لما هي اكتشفنا على الباب. يلا بينا. ازيك يا مسؤول هدى؟ ازيك؟ احنا معانا مسؤول هدى، هي مديرة مدرسة البشارة، وهو ده الفصل بتاع مريم. يلا بينا. مريم اهي. ازيك يا مريم؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ دي احلى مفاجاه. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. انت ازيك؟ انا كويس، انا لسه وصلت امبارح ومبسوط ان انا اشوفك قوي. وانا كمان قوي 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 قوي. طيب احنا مش عايزين نعطلك، بس نفسنا نعمل حاجه احنا نروح مع بعض. وقبل ما نمشي الاول، فين ساندرا؟ انا عارف انها معاكي في الصف. انتوا جنب بعض، ما خدتش بالي. ازيك يا ساندرا؟ ازيك؟ ما خدتش بالي خالص. ازيك؟ مش معقول ان ما خدتش بالي، يمكن عشان في العراق فمش باخد بالي، باخد بالي في مصر بس. ممكن نعمل حاجة قبل ما نمشي؟ احنا نروح مع بعض وعندنا مفاجآت كتيرة جدا جدا ليكم مستنية. ممكن نغني مع بعض او نرنم مع بعض ما ابهج اليوم الذي؟ ممكن؟ طيب يلا بينا. نفسي ترنمي مع كل الولاد لو هما ما يعرفوهاش. اتفقنا؟ يلا بينا. ممكن نقف يا ولاد؟ ممكن نقف دقيقة؟ طيب تعالي يا مريم، تعالي يا ساندرا. ما ابهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح، فضح سرورك ميلان ورع النعصى وطيب المديح، حبي لفادية مجيد يوما فيا ومن سيزيد، عمر جديد يوم سعيد يوم
النهارده اماني مريم كلها بتتحقق. مريم طلبت ان يكون ليها مدرسه. النهارده مريم موجوده جوه الفصل وسط اصدقائها. الحاجه الثانيه كانت طالبه وكانت بتصلي ان صاحبتها ساندرا تبقى موجوده معاها. النهارده هما الاثنين في نفس المدرسه وقاعدين على نفس الكرسي. الحاجه الثالثه مريم كان نفسها ان صوتها يوصل للعالم كله، ونشكر ربنا ان احنا عرفنا نوصل صوت مريم بساندرا ونوصل صوتهم هما الاثنين للعالم كله. دوشه يعني عسل. دوشه يعني عسل. انتوا الثلاثه دوشه. انتوا الثلاثه دوشه. وبمناسبه الدوشه وبمناسبه العسل دلوقتي وصلنا. ثانك يو يا سكر. احنا دلوقتي وصلنا عند البيت بتاع مريم والبيت بتاع زمرد، وكمان ساندرا معانا. هنطلع من الباص وندخل جوه. ندخل جوه. ندخل جوه. يلا بينا. ايوه. يلا يا مريومة، تقيلة الشنطة عليكي قوي صح؟ لا. تعالي تعالي. استنى مريم. استنوا استنوا نمشي سوا، استنوا نمشي سوا. يلا. نسيتك. لا لا، ما احنا مع بعض النهاردة، النهاردة احنا نقضي اليوم كله سوا، اتفقنا؟ طيب. نمشي بالراحة كده وندخل، بس احنا هندخل البيت والأوضة اللي على اليمين. ها؟ اه. هو إيه الحاجات اللي محطوطة على الباب دي؟ يمكن دي الكارتات اللي قلت عليها. معرفش، روحي بصي كده. روحوا بصوا كده على الكارتات دي. شويه من الكروت اللي جات لكم، واللي انتوا عملتوه يا اولاد هو انه ولاد كتيره قوي قوي في العالم كله كتبوا كروت لساندرا والمريم والجمرد والاطفال كتيره جدا جدا جدا. فانا بس عايز اقول لكم قد ايه انتوا اثرتوا. هنا الولاد كاتبين لكم God is with you، الرب معاكم. هنا Remember to believe in God which is there wherever you go، او will help you wherever you go، ان الرب موجود معاكم ودايما دايما بيحافظ عليكم وبيساعدكم. هنا ده البايبل الكتاب المقدس، ومكتوب هنا Jesus loves you. انتوا عارفين بابا يسوع بيحبكم قوي صح؟ تعالي يا زمرد كمان تعالي. انتوا عارفين قد ايه الرب يسوع بيحبكم صح؟ قوي قوي قوي. تعالوا ندخل جوه البيت، بس احنا اتفقنا هندخل انهي اوضه؟ هندخل على اليمين كده، نقعد شويه مع بعض احسن. يلا بينا. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. ايوه. ايه ده في هنا تاني؟ ده في هنا حاجات كتيرة جدا. دي حطيت. بصوا هنا مكتوب بص مكتوب ايه؟ We are praying for you، احنا بنصلي لكم. Dear friends، يا اصدقائي، I hope you were in your home now، كنت بتمنى ان انتوا تبقوا في بيتكم دلوقتي. I am praying for you، وانا بصلي لكم. Your friend in USA، صديقكم في امريكا. هنا كمان مكتوب Jesus helps us be strong، رب يسوع بيساعدنا، كونوا أقوياء. I'm praying that Jesus will provide you for will provide for you this strength his strength، إن رب يديكوا قوته هو، and supplies for your family، ويقدر كمان يسد احتياج العائلات أو عائلتكم. A friend from the United States، صديق من أمريكا. انتوا واقفين على الباب ليه؟ تعالوا تعالوا تعالوا. اتفضلوا 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 اتفضلوا. هما ما يعرفوش اللي موجود في الاوضه دي، هما ما يعرفوش اللي موجود في الاوضه دي، فهم دخلوا الاوضه الثانيه علشان بعد شويه هنطلعهم الاوضه الثانيه. خليكم معانا عن اذنكم. دلوقتي احنا قلنا
لزمرد ومريم وساندرا يروحوا ناحية الأوضة اللي فيها كل الحاجات والمفاجآت، بس هما مغمضين عينيهم. ممكن لو عايزين تبتدوا تفتحوا عينيكوا دلوقتي. دي حاجة كويسة أوي. دي الحاجات اللي جاية لكم من كل مكان في العالم. احنا نقعد دلوقتي على الترابيزة ونقرا سوا ونحكي سوا، اتفقنا؟ اتفقنا. الوقت اللي احنا فيه النهارده ده انا كان نفسي يحصل بقالنا اكتر من 7 شهور يا اولاد. كل مكان في العالم بعت جوابات لمريم لساندرا والزمرد ولكل الولاد الموجودين هنا جوه المخيمات في اربيل. فالنهارده يوم سعيد جدا على قلبي واكيد كمان على قلبهم، فعايز احكي شويه معاهم عن الحاجه اللي هم شافوها والمفاجاه الكبيره اللي جايه من العالم كله. مريم وساندرا وزمرد، عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي. الكلام اللي انتوا قلتوه من قلبكم والقصه بتاعت ساندرا ومريم ازاي ان هم كان نفسهم يقابلوا بعض من زمان وده حصل قريب وهنتكلم فيه بعد شويه، كل ده خلى العالم كله يحس بيكوا ويحس قد ايه ان انتوا رب يسوع هو اللي بيحميكوا حتى رغم الصعاب اللي انتوا بتعيشوا فيها. فنفسي اسالكم واعرف رايكم، ايه رايكم في كميه المحبه اللي جايه من العالم كله دي؟ ايه رايك يا مريم؟ انا رايي ان دي احلى مفاجاه، انا ما شفتش مفاجاه احلى من دي في حياتي كلها. وانت كمان مفاجاه اني شفتك مره تانية. ده انا المفاجاه ان انا عرفت ان انا اقابلكم النهارده وان مريم وساندرا هما الاثنين قاعدين جنب بعض. اللي اكتشفته بقى النهارده تاني وبعد كده نتكلم على الكروت مع بعض ان زمرد بتحب الباليه. انت بتحب الباليه يا زمرد؟ ايوه. وبقالك قد ايه بتحب الباليه؟ يعني كام سنه؟ 10 سنين. بقالك 10 سنين بتحب الباليه؟ هو انت عندك كام سنه يا زمرد؟ مش 10 سنين يعني. تحكي ليه؟ تحكي عادي. 7 سنين مثلا؟ ايوه. لا اكتر ولا اقل؟ اقل. هنا احنا عندنا كميه كروت جايه من اماكن كتيره جدا جدا في العالم، وزي ما كنا بنقرا بره عن الكروت دي واحنا شفنا على باب التريلر بتاعتكم انه في ولاد كتيره من كل حته في العالم بعتن لكم. ساندرا انت ممكن تتخيلي او تحسي انه كل ده ممكن يحصل علشان بنتين بيحبوا بعض جدا افترقوا عن بعض؟ انا ما تخيلت انه يحصل هذا الشيء، بس يعني حبيت انه حصل هذا الشيء وحبيت انه اجيتوا انتوا هنا. طيب مريم، العالم كله بيحبكم من قلبه، وزي ما انتي طلعتي من قلبك لما كنا بنتكلم مع بعض السنه اللي فاتت وحكيتي اللي ربنا حطه على قلبك، ده رد فعل بتاع الناس. كروت من كل مكان في العالم، في ناس بعت حاجات كتيره اكتر من كده كمان. انتي نفسك تقوليهم ايه النهارده يا مريم لو كل الناس دي بتحاول تقولك ان هم واقفين معاكوا وبيحبوكوا كلكم؟ انتي تحبي تقولي لهم ايه النهارده يا مريم؟ انا بقول اني انا اشكركم كلكم انكم انتوا اديتوني الامان واديتوني السلام، ويعني كنتوا حتى اللي صلى ليا واللي صلى لكل اهل العراق، انا بشكرهم كلهم. ويعني انا بشكر كل الولاد اللي ادوني كل دي الهدايا. طيب احنا من شويه ماما بتقول لك احكي عراقي. يعني ايه احكي عراقي؟ يعني ايوه احكي عراقي. ايوه كده، احنا نشيل التش ونحط كاف، صح؟ انا عرفت كده لما نيجي نكلم بنت في العراق اولاد بنقول تش، يعني مثلا احكي بدل احكي، بس الولد ما بنقولش كده، صح؟ بنقول له احكي ولا بنقول له احكي برده؟ احكي. احكي يعني في احكي للولد واحكي للبنت. لا لا الاثنين كلها احكي. شفت يا زمرد انا كنت متلخبط في الموضوع ده، انت موافقه برده؟ ايوه. يعني الاثنين احكي؟ لا امال ايه؟ احكي. هنا في لخبطه، هنا احكي ولا احكي. طيب هنحكي بقى مع بعض ونقرا شويه من الكروت اللي جايه. ده كارت مثلا موجود وبيقول Dear Miriam, you are an inspiration. انتي اديت لهم وحي كبير جدا جدا يا مريم. We can see God's love shine through you. احنا بنشوف نور الرب يسوع خارج منك انتي. I will be praying for you. God bless you. من تاليثا، ربنا يباركك وهصلي لك. ده من تاليثا. عندنا كمان مين يحب يقرا؟
ما بعرفش اقرا كويس. انا ما بعرفش بس مش كتير. طيب تعالوا نحاول ان احنا نقرا ونشوف نطلع حاجه سهله، وانا كمان ممكن اقراها لكم. ده حلو قوي لذيذ. بص ده مكتوب عليه ايه. Dear مريم I hope you feel happy. انا نفسي ان انت يا مريم تبقي سعيده. I think you will get another home because I think you have faith in Jesus. انا عارف متاكد ان انت هيبقى عندك بيت جديد علشان انت عندك ايمان بالرب يسوع. I will pray for you every day. أنا حصلي لك كل يوم. Jesus loves you so much. الرب بيحبك جدا جدا. Died in the cross for you. الرب مات على الصليب من أجلك. أنا لما بشوف كمية الحاجات دي، لو أنا مثلا يعني حد من أصحابي بعت لي جواب واحد من الجوابات دي، أنا نفسي هكون طاير من الفرح وسعيد قوي قوي قوي. لما كل الناس دي تبعت لكم أنت جوابات، لازم تعرفوا يا أولاد إن هم مش بس بيحبوكم، لكن هم كمان حسوا بحاجة حقيقية جدا جدا. يمكن ناس كتيره ما كانتش تعرف او تسمع ازاي رب يسوع ممكن يحب ولاده قوي كده، لكن لما شافوا وحسوا باللي انتوا قلتوه حاجات كتيره اتغيرت في حياتهم. ممكن اطلب من مريم تغمض عينيها. لما كنا في لبنان في شهر 4 اللي فات ايه بتقولي حاول انه تفتح عينيها. لا خليها غمضة 4 ايام تفضل مغمضه عينيها كده. فاحنا لما كنا في لبنان ساندرا عملت حاجة مهمة جدا 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 لمريم، وجي الوقت ان احنا نديها لمريم في ايديها. افتح عينيك يا مريم، اقري كده. مسكي ممكن تقري بصوت عالي يا مريم. الى صديقتي مريم العزيزة اهدي أحلى وردة لأحلى صديقة ولك معزة خاصة بقلبي إلى رفيقتي الغالية مريم، يا من تشبهني في كل صفاتي، يا من كنت أبحث عنك في عيون الآخرين، أنت عزيزة دوما بنظري. في حاجة كمان الناحية التانية. من ساندرا إلى أحب إلى أحب صديقة إلى أحب صديقة مريم. ملكة مريومة خليه معاكي. أنت عملتي إيه ساندرا هنا؟ دي مالية كل ساندرا ومريم. وريني كده عشان الكاميرا تشوف كمان. هنا يا ولاد كله كله كله. شاوري يا ساندرا، انت كاتبه اسم ساندرا ومريم على طول حوالين الكارت. انا كان عندي مثل اوراق صغيره سويتهم لزقتهم كتبت ساندرا مريم. طيب انتوا كان بقالكم فتره بعاد عن بعض، قولوا لي بقى عن اول يوم انتوا اتقابلتوا فيه مع بعض عملتوا ايه. اول يوم انا اجيت لمريم على الكرفان، انا حضنتها وهي كمان حضنتي. بعدين رحنا على الاوضه لعبنا وكنا عم نحكي عن الاشياء اللي انا سويتها بلبنان وهي سويتها هنا. طيب مريم انت كنتي عارفه ان ساندرا جايه ولا ما كنتيش عارفه؟ لا انا ما كنت اعرف اي شيء خالص. لحظه دقوا الباب الناس، فتحنا الباب وشفت ساندرا. هو انت ايه حكايتك مع البيبان؟ حتى احنا النهارده لما جينا خبطنا على الباب في المدرسه وبعدين يعني حاولي تفتحي الباب المرات الجايه يعني عشان خاطر نقلل الخض عليكي شويه. يعني هدول خدوا الباب كده دقوا الباب، فتحنا الباب وشفتي ساندرا. وانت حسيتي بايه لما شفتي ساندرا؟ فرحانه قوي صح؟ يعني ما بقدرش اصف ده الفرح اللي انا فرحته. طيب كنت عايزه اعرف منك يا زمرد، يعني في ناس كتيره قوي قوي في العالم فقدت اصحابها واصدقائها ولادها، الناس كتير اكيد متالمه وتعبانه صح؟ ايوه. طيب قولي لي يا زمرد، لو انت نفسك تقولي حاجه للاهل دول تحبي تقولي لهم ايه يا زمرد؟ ما يزعلوش لانه الله دائما معاهم، و لازم يشكروهم لأنه كل الأيام ده يحفظهم ده يسترهم. أمين. ونفسي كمان زي ما حصل مع ساندرا ومريم وقابلوا بعض يا زمرد،
كلنا كل يوم نصلي علشان العائلات اللي فقدت ناس من اصحابها او ناس حبايبها، واللي فقد اخوه او يمكن حد اقرب ليه من قرايبه او اصحابه، احنا كمان نقدر نصلي لهم علشان ربنا يديهم قوه كبيره جوه روحهم، صح؟ انت كويسه؟ ايوه. طب على فكره احنا من الصبح حاولنا نسلم على بعض ومش عارف ايه اللي حصل، ممكن نحاول نسلم على بعض تاني؟ طيب انا همسك ايدك. لا ما تمسكيش ايدي، انا عايز زمرد تمسك ايدي. امسكي ايدي يا زمرد، امسكي من غير ما تمسكي، تعملي كده على اسنانك. امسكي ايدي، امسكي ايدي، سلمي عليا يا زمرد. امسكي، ايوه كده. اصل احنا من الصبح واحنا بنحاول نلعب مع بعض اللعبه دي، وكل ما اعمل كده ايدي زمرد تحاول ان هي تسلم. حاولي تسلمي كده يا زمرد، ما تعرفش تسلم يعني. كذا مره حاولنا نعمل كده لكن ما ينفعش. نفسي اسالك يا ساندرا، لو انت النهارده في ناس كتيره بتسمعك انت ومريم وزمرد، لو انت عندك رساله توجهيها لرؤساء العالم، لحكامه، للناس الكبيره قوي قوي اللي بتمسك البلاد، تحبي تقول لهم ايه؟ بحب اقول لهم انه يصلوا للرب يسوع، لانه هو كل شيء، يعني كل شيء بالحياه، هو اللي معيشهم وهو اللي ساترهم بهذول الايام الصعبه اللي دان عايشها. و يعني انا اريد اقول انه تصير محبه بقلوبهم، ويعني سلام. يرحمون على هذه الناس اللي يعني احنا دا نتألم، صح، بس يعني تصير اكو محبه ورحمه بقلوبهم. طيب تفتكري لو هم مش قادرين يا مريم يحسوا بالمحبه والرحمه دي طالعه من قلبهم، احنا نقدر نعمل ايه علشان هم يحسوا بالمحبه والرحمه دي؟ نقدر نصلي لهم عشان تجي دي الرحمه. وربنا اللي قدر ان هو يجمعكم بعد وقت طويل من انكم كنتوا بعاد عن بعض، يقدر هو كمان يخلي قدامهم او جوه قلبهم محبه ورحمه وسلام، صح؟ صح. في ناس كتير قوي مش بس انها بعتلكوا كميه الحاجات الكبيره دي، لكن في ناس تانية بعتلكوا اسئله، وفي اطفال من اماكن كتيره جدا جدا عايزه تسمع رايكم في حاجات مختلفه كتير. عايز اقول لكم انه القصه بتاعتكم يا اولاد في ناس كتيره قوي قوي في العالم سمعتها وترجمت لكذا لغه، يعني اكتر من حوالي 15 او 20 لغه سمعت القصه بتاعت مريم وساندرا. فيمكن في ناس كتير قوي بتحاول تروح في العالم كله وتتكلم عن الرب يسوع، بس اللي انتوا عملتوه عمل حاجات اكبر من كده واعمق من كده كمان. عايز اسالكم شويه اسئله علشان الاسئله دي مهمه قوي 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 انكم تعرفوها. انا بس كاتب عندي الحاجات في النوت بوك علشان ابقى فاكر كويس. اول حاجه، في واحد صديقنا، واحده صديقتنا اسمها ميجان، بتسال مريم وعايزه تعرف، بتقول انت بنت قويه جدا جدا وحكيمه جدا، ايه نصيحتك لاي حد بيعاني من الاضطهاد في اماكن مختلفه في العالم يا مريم؟ نصيحتي اني اقول له انه ما يتزعزع ايمانه، هذا اللي أريد، يعني هذا اللي أقول إنه هذا الأصح، ما يتزعزع إيمانه، لأن إذا ما تزعزع إيمانه راح يصير مؤمن بالله، وإذا آمن بالله راح تصير عند المحبة والقوة إنه يواجه هذه الألم. في ولد اسمه جايكوب عاوز يعرف يا ساندرا، أنت بقالك قد إيه عايشة مع الناس اللي خرجت، مع الناس اللي نزحت، بقالك قد إيه؟ وقت قد ايه صار لك وانت بعيده عن بيتك الاصلي؟ سنه واربع شهور. هيك سنه واربع شهور، سنه وشهرين. وانت كمان يا مريم سنه وشهرين؟ نفس الشيء. لا يمكن سنه سنه وشهرين. سنه وشهرين. زمرد، في واحده صديقتنا او واحد صديقنا اسمه انتوني بيقول، هل في رياضه بتلعبيها مفضله ليكي او بتحبيها؟ ايوه. ايه هي؟ علي صوتك شويه عشان اسمعك او عشان انتوني يسمعك، يعني ده بعيد. قولي ايوه اهو. الرمي من الاسفل بكره الطائره. لا استني بقى، عشان انت قلتي كلام انا ما فهموش. انت قلتي تاني، قولي تاني. الرمي من الاسفل بكره الطائره. من الاسفل بكره الطائره؟ لا اعملي وريني بقى انت بتعملي ايه. يعني الكره بتجيلك، حد بيرميها اهو اكنه سيرف وبيبعتها، انت بتعملي ايه بقى؟ هكذا. هو يرمي ايه هكذا وانا ارمي. يعني انت بتحبي تستقبلي الكوره؟ ايوه. فولي بول، انت عارفه انا وانا كنت صغير لعبت فولي بول. احنا كان عندنا كابتن اسمه كابتن شوقي، وكابتن شوقي كان بيدرب، وانا كنت بعمل نفس اللي انت بتعمليه بالظبط. امسك المايك كده عشان اوريكي بقى. ايوه ممكن تقربيه من بقك، يعني كان برضو تجي لي الكوره وانا اعمل كده. كده. ايوه مظبوط. لا كده كده صح، احنا كده بنتعلم. وروني ايديكوا، طلعوا ايديك كده ازاي بتعملي كده؟
بتلعبوا كده صح؟ اه. وبعدين اللي كان بيرسل من الناحيه الثانيه كنا بنستقبل احنا نعمل حاجه اسمها صوابع. اه صوابع كده، رمي من الاصابع، رمي من الاعلى، هي دي اسمها الرمي من الاعلى. آه. ودي رمي من الاسفل. آه. طيب اللي بيرمي السيرف بقى او بيعمل الارسال نفسه باسمه ايه؟ المرسل مثلا او لا ما عندوش اسم، هو باسمه بالنادي. اه اللي هو بيبتدي يلعب الكوره. آه. كده اهو. آه. ده. آه. ده هو ده هو. آه. الشخص ده ما بيلوش اسم. هو ده الشخص. انا كمان بحب الفولي بول جدا جدا يا زمرد، ونفسي يعني كان نفسي اكمل مع كابتن شوقي، هو مشي بقى وساب المدرسه، وانا كويس ان انتوا بتدربوا. اسمه ايه الكابتن او اللي بيدربكم؟ بس قربي المايك من بقك. هي ست اسمها ست سيلفانا. وبتلعبوا مع بعض كده؟ احنا لا، اسمه استاذ يعقوب. استاذ يعقوب. اه هو اللي بيدربكم مختلف يعني مش نفس الشخص. اه طيب، بس احنا بنحبه قوي. وانا كمان كنت بحب كابتن شوقي. هو المشرف تبعنا. قولي تاني. هو المشرف تبعنا يعني مشرف صفنا بالرياضه دي. انت شفته يمكن في المدرسه حد لابس ازرق؟ ايه تراك سوت ازرق. متهيألي. آه. شفته. وشفت كمان الولاد وهما بيلعبوا قدام المدرسه. ده هو ده. حاجه لطيفه جدا جدا، انبسطت قوي. طيب عندنا سؤال تاني من صديقه لينا، بتقول عامله ايه في المدرسه يا مريم؟ بذاكر كويس. ومبسوطه دلوقتي قوي؟ مبسوطه قوي اني شفت صديقتي مره تانية. انا كمان مبسوطه قوي قوي قوي. وانا كمان مبسوط ان شفتكم انتوا الاثنين مع بعض تاني. ولو كل الكروت دي بتقول قد ايه ان ناس كتيره اتاثرت بالمسج بتاعتكم وبالحاجه اللي انتوا قلتوها يا اولاد، فانا عايز اقول لكم اكتر واكتر انه لسه في ناس لما تتاكد انكم قابلتوا بعض مش هتفقد الامل، وتعرف ان رب يسوع لسه موجود ولسه عايش، وان انتوا تقدروا تغيروا حاجات كتير قوي. عايز اقول لكم كمان انه في صديق اسمه سام ايفنز. سام بيقول ايه السر بان انت قدرتي يا مريم انك تكوني قويه في مواجهه كل الشرور بالرغم من اللي عمله معاك العدو؟ قومت الشرور بالرب يسوع. يعني اني لما كنت يعني صغيرة كنت اصلي حيل، وكنت اطلب حيل يعني تصلي كتير صح؟ اه. كنت بصلي كتير قوي قوي للناس اللي كنت برنم، يعني كنت برنم للناس دي اللي كانت متألمة قوي، فيمكن الرب استجاب لينا. كان في ناس كتير بتتعالج، وكتير ما يعني بتبقى ليها اماكن تقعد فيها. وبعدين جت علينا، بس نشكر ربنا انه يعني هو صح. احنا عملنا كتير اغلاط، يعني احنا ما سمعناش كلامه، ما عملناش بالوصايا اللي هو قالنا عليها، بس هو سمحنا وادالنا مكان اننا احنا نعيش بيه، واحنا دلوقتي بنشكره. هو اول حاجه سترنا. انا فاكر الكلمه دي كويس قوي. مريم ايه اكتر لحظه صعبه عدت عليكي في الوقت اللي فات في السنه وشهرين دول؟ مش عارفه، ما كانش في اي حاجه صعبه عليا خالص خالص خالص. انت عارفه كميه الناس اللي شافت الفيديو بتاعكو وكميه الناس اللي اتاثرت وعيطت كانوا كتير قوي، بس انت بتقولي ان مفيش ولا يعني ناس كتيره جدا لما شافت الفيديو حست انه انتوا عايشين حياه مش مفروض تعيشوها واتاثروا وزعلوا علشانكم. بس صح احنا صح احنا شويه اتالمنا، بس كل انسان لازم يتالم. لان اللي بيحب الرب يسوع لازم يتالم. زمرد انت شايفه ان اللي بيحب الرب يسوع لازم يتالم برضو؟ ايوه. وهو المفروض ان احنا بنحب الرب يسوع المفروض ما نتالمش، المفروض ان هو شايل علينا الالام، فالمفروض احنا ما نبقاش زعلانين. انت احيانا بتحسي بالام او انك بتحسي ان في حاجه مضايقاكي ولا لا يا زمرد؟ لا. يعني انت بتحسي زي ما مريم بتحس ان انت مبسوطه ومش مش متضايقه رغم كل اللي بتشوفيه وبتحسي بيه كمان؟ وانت يا ساندرا؟ انا متضايقه لانه احنا طلعنا من بيتنا. بس ده اللي بنتضايق عليه. كمان ضايقت لما شنطة اللبنان ما كانت مريم معي. بس انت رجعتي دلوقتي مع مريم والحياه اتغيرت صح؟ صح. انا بقول لكم عندي حاجات كتيره قوي 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 مكتوبه هنا، ونفسي ان انا يبقى عندنا الوقت ان احنا نقعد نحكيها كتير جدا جدا مع بعض. طيب في حد بيسالك يا مريم وعايز يعرف لما، والسؤال ده هيبقى لساندرا وهيبقى كمان لزمرد، لما تكبري يا مريم نفسك تطلعي ايه؟ مش عارفه، مرات بقول انا هبقى طبيبه. زي مرات بابا؟ مرات بقول لا. زي بابا؟ تبقي طبيبه زي بابا؟ لا. اوكي.
طبيبة يعني طبيبة سنين، طبيبة دكتورة بتاعت السنين. اوكي طبيبة بتاعت اي طبيبة. ليش معنى الطبيبة يعني ليه تبقي دكتورة؟ مرات بفكر طبيبة، مرات بقول مهندسة، يعني مرات بقول مغنية عشان صوتك حلو. اه طب انت يا زمرة طيب نفسك؟ انا هكون مغنية للرب يسوع. دي احلى حاجة في الدنيا عشان هو بيحبك وانت بتحبيه، فان انت ترنمي له وتغني له بس يعني على الوقت تجي فرصة بايدي يعني اغني لي الرب يسوع. ربنا يبعتها لك، هيبعتها لك في وقته. زمرد نفسك لما تكبري تطلعي ايه؟ ماسير. ماسير تبقي مدرسة يعني ولا تبقي رهبة؟ رهبة. ماسير انت عايزة لما تكبري تبقي كده رهبة. طيب قولي لي ليه عايزة تبقي رهبة؟ علشان ايه؟ علشان الرب يسوع. يعني انت عايزه كل حياتك تديها للرب يسوع علشان كده انت نفسك تبقي ماسور صح؟ سندوره نفسك لما تكبري تطلعي ايه؟ انا معلمه. ما بعرف، مرات بقول معلمه مرات دكتوره برضو. طب لو عايزه تبقي معلمه، عايزه تبقي مدرسه، نفسك تبقي مدرسه ايه؟ يعني تدرسي تاريخ، جغرافيا، فيزيكس، رياضه، ايه؟ ما بعرف يعني، بس بعرف اني يا معلمه يا دكتوره، حاجه من الاثنين، يا معلمه يا دكتوره. طب ليه معلمه او دكتوره؟ ليه ما تشتغليش مهندسه؟ ليه اشمعنى معلمه او دكتوره؟ يمكن عشان تقفي جنب الناس وتعلميهم او كده، صح؟ صح. عايز كمان اقول لكم حاجه مهمه قوي. انتوا عارفين يا اولاد انه البرنامج اللي احنا بنعمله على سات 7 كيدز اسمه ليش هيك؟ اسمه ايه؟ ليش هيك. انا اول مره اسمع اسم برنامج حلو كده، يعني اسمه جميل. دايما لما حد يسالنا اسئله، و مريم وزمرد بعتوا لنا اسئله في البرنامج قبل كده، واحنا قلنا على التلفزيون ان احنا لما نيجي العراق هنجيب لهم تيشرتات البروجرام، فعايز اديهم هم الثلاثه لمريم وساندرا وكمان زمرد، كل واحده فيكم تاخد التيشرت بتاعه ليش هيك. انا عارف ان هي مش كارت زي الكروت. شكرا ليك يا سكر. خد يا زمرد، امسكي يا زمرد. يا زمرد مش معقول، امسكيها امسكيها امسكيها. خلاص خلاص خلاص، اخر مره. وكمان مريومة. شكرا. شكرا ليكم يا اولاد. دي حاجه بسيطه قوي. عايز اقول لكم كمان حاجه، انه هنا كمان يا مريم في صديقتنا اسمها ناتي. ناتي بعتالك كت للرسم، بعتالك الوان، وبعتها كمان سكتش علشان تقدري ترسمي فيه، وحاجات كتيره تانية. فمش بس الاولاد بعتوا لكم كروت، لكن هي اسمها ايه؟ ناتي. انا بشكرك يا ناتي. ناتي متهيألي هو اختصار لناتالي، هي اسمها ممكن يكون ناتالي، وهي اكيد هتسمعك دلوقتي. يعني انا مبسوط ان انت بتحبي ترسمي يا مريم. مش كتير قوي، برسم مرات، لكن لما برسم يعني برسم حلو. حتى في مره رسمت امنا العذراء مريم، وفي ناس بيهتفوا لها. دي الصوره هناك. نفسي ان احنا نبقى نشوف الصوره، انا شايفها من هنا. ناس بيرنموا، دي على اساس الترنيم، وكاتبه يا مريم العذراء صلي لنا. حلوه قوي قوي يا مريم. علشان وقتنا بيجري بسرعه جدا، كنت عايز اطلب منكم حاجه كمان. احنا خلاص داخلين على الكريسماس وقربنا على الكريسماس، اكيد فاكرين ترنيمه معينه صح للكريسماس؟ كريسماس مش عارفه. يعني ساندرا فكري كده، مثلا ليله عيد، سايلنت نايت. زمرد عينيكي فتحت كده، في حاجه افتكرتيها؟ ايه. طب قولي ليله عيد. طيب ايه رايكم تقولوا ليله عيد مع بعض سوا؟ طيب يلا بينا. 1 2 3. ليله عيد ليله عيد ليلي ليله عيد، زيني وناس صوت جراس عم بيرن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد، صوت وناس صوت جراس عم بترن، زينة وناس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد، زينت وناس صوت جراس عم بيرن بعيد. طب عم يتلاقوا الاصحاب والهديه غلف الباب،
في شجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار، والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلى عالشجرة غني وعلى إيد. ليلة عيد ليلة عيد ليلي ليلة عيد، زيني وناس صوت جرس عم بترن بعيد. ليلة عيد ليلة عيد ليلي ليلة عيد، صوت ولا ثياب جداد وبكرة الحب جديد. ايه الحلاوة دي؟ ممكن سقف لكم سقفة جامدة قوي قوي قوي، وكمان كل صحابنا هنا بيسقفوا معايا لأنهم. طيب احنا هنقول واحدة تانية لكن بالانجليز. يا ريت، يلا بينا نحب نسمعها. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas in the happy new year. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas in the happy new year. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas and a happy new year. برافو. في حاجه كمان يا اولاد كنت عايز اقول لكم عليها. انا عارف انه اللغه اللي انتوا بتتكلموا بيها هنا في العراق اللغه الاصليه للمجتمع بتاعكم هي لغه المسيحي، صح؟ صح. طيب في زمان في العهد الجديد لما تلاميذ الرب يسوع طلبوا منه، احنا اعملي كده اعملي كده، لما طلبوا منه عايزين يا رب نصلي نصلي ازاي، وهو علمهم وقال لهم صلوا وقولوا ابانا الذي في السماوات. احنا بالعربي بنقولها ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كففنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. أنا عارف إن أنتوا تعرفوها شوي شوي باللغة المسيحي، صح؟ اه. فأنت مالك تتوبي ولا اعملي اعملي كده؟ عادي، أصل أنتوا الولاد لسه جايين من المدرسة، فعشان كده دايماً بيبقوا المفروض دلوقتي يبقوا بيناموا عشان يصحوا يعملوا الواجبات. بونا بشماوي بشمايو، ممكن تعلموهاني كمان وقولوها واحدة واحدة علشان نفهم. مين يقدر يقول؟ يلا يا زمرد، وكمان ساندرا حطي مايك في النص ممكن تقوله. مش عارف على فكرة مريم حافظاها بس بلهجة تانية، علشان كده مريم مش هتقولها دلوقتي. يلا. أبون البشمايو نفسي اتعلم في يوم من الايام انه ازاي انا اقدر اقول باللغه اللي كانت قريبه جدا من لغه الرب يسوع الصلاه الربانيه. في لهجه ثانيه هي لهجه السورث، صح يا مريم؟ أه. بيتقال بيها برضو ابانا الذي في السماوات، ممكن نسمعها منك برضو؟ طيب يلا بينا. اون دي لبشم قتيل شم وخثي شلطان وثخ عاوج بون وتغدي لبشم هم برقه هلا لخمس ناقا يوم بيومه فورخ طياثا نقنا هيلن دغدغ فيرا متعديان إلينا لم ولت لن بتجاريب إلا خالص لن مسطانا مساب ديدو خلع شلطانوثا قوة مجدة لبت لابدين آمين. آمين آمين. أنا خدت بالي من حاجة، خدت بالي أنه في شبه كبير بين اللهجات وبين العربي، يعني
في الصلاة بالسرياني بتقولوا عولم عولمين في الآخر؟ عولم عولمين آمين. يعني إلى أبد الأبدين آمين صح؟ آمين. ودلوقتي مريم بالسورث كانت بتقول أبد الأبدين في الآخر برضو صح؟ لا هلا بتلابدين آمين. أوكي قريبة قوي قصدي من أبد الأبدين وقريبة من بعض يعني. يعني هو شوية قريبة شوية. طيب. في حاجة نفسي أعملها وإحنا هنا موجودين في العراق يا أولاد، وهو أنه زي ما كنا بنحكي في حاجات كتيرة انتوا عملتوها غيرت حياة ناس كتيرة، وسر التغيير هو انكم بجد بتحبوا الرب يسوع من قلبكم صح؟ طيب نفسي انه كل واحد فينا يبقى معاه ورقة ويكتب فيها، الورق الملون لذيذ، كل واحد فيكم ممكن يختار لون هو بيحبه. مريم خدت الأحمر وساندرا خدت البرتقاني وزمرد خدت الاسود صح كده مظبوط؟ لا امال ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا اخدت اخضر اخضر انا اخدت اصفر وده اسمه ايه زمرد؟ لا ده مش ازرق خالص، ازرق ده ازرق ده ازرق. ماشي كل واحد فيكم يا اولاد، انا عارف ان هو عشان كده بس احب اهزر معاكم، كل واحد فيكم نفسي ان هو ياخد قلم من الاقلام دي ويكتب حاجه للناس اللي ممكن يكونوا أو هم مش ممكن يكونوا هم ضايقوكوا فعلا وأذوكوا كتير، فنفسي انكم تكتبوا لهم حاجه، تقولوا لهم انا مسيحي وانا بغفر، انا مسيحي وانا بحبك، انا مسيحي وانا حاسس انه اللي انت عملته معايا حتى لو كان صعب انا لسه بقدر اني اغفر لك واسامحك. هل تقدروا تعملوا كده ولا حاسين ان هي حاجه صعبه مش قادرين تعملوها؟ لا هي سهله عادي كده، سهله قوي. طيب ممكن كل واحد فيكم ينقي لون، ده ذهبي، مين عايز ذهبي؟ مين عاوز اسود؟ مين عاوز فضي؟ قالت زمرد. مين عاوز اخضر وازرق واسود؟ وممكن كلكم تستعملوا كذا كذا واحد كمان. ماشي، وعلى فكره مثالي عندنا احمر كمان لو موجود جنبنا ممكن ان احنا نجيبه، مش عارف الاقلام بتاعتي حطيتها في كل حته اصلا. نفسي تعالوا يا اولاد ممكن تكتبوا كمان، ممكن نحرك شويه الحاجات الموجوده وانتوا تكتبوا. يلا تعالوا، يلا يا مريومه، يلا يا زمرد، اكتبوا للناس قولوا انا مسيحي واحساسكم ناحيتهم كده. واحنا والبنات بتكتب ال بس افتحوا شويه. حاضر. شو هو نايم جاي من المدرسه عشان بيتاوب. ازيك يا زمرد؟ سلم عليا. كم علي بالايد التانية بتنفع. عارفين كمان يا اولاد ده محتاج ان احنا نعمله كده شويه، هو هيجي دلوقتي، هيجي بصي اسالي عليه، بس هو هيجي دلوقتي بس عشان القلم جديد محتاج وقت شويه عشان يطلع. طب بصي ممكن انا اشغل لك القلم الفضي يا زمرد، ولغايه لما القلم الفضي يشتغل ممكن انك تاخدي لون تاني وانتوا بتكتبوا. يا اولاد عملنا حاجه لطيفه جدا، احنا رحنا كملوا عادي، كملوا اكتبوا، اكتبوا عادي جدا، واكتبوا بخط كبير قوي 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 ممكن. واحنا موجودين جوه الكرفان لقينا زمرد جايبه في الحساب في الرياضه جايبه 10 من 10، يعني هي نفسها كل المسائل اللي هي بتعملها وبتحسبها طلعت صح، فدي حاجه جميله قوي قوي ان هي تبقى مبسوطه في المدرسه ومرتاحه وبتقدر كمان ان هي تجيب درجات ممتازه. زي ما زمرد عملت كده كمان لقيت زمرد عادي، كملي كملي، انا بتكلم على زمرد الثانيه، وبعدين بتكلم تاني على او بلاقي لقيت تاني عندي بقى ايه مريم وليد، مريم وهي في الصف الخامس ب هي جايبه 100 من 100 يعني 10 من 10، والامتحان ده او الاختبار ده او الفحص ده كان بيتكلم عن نهر دجله، وكمان كان بيتكلم عن مصادر المياه في العراق، وكان كمان بيتكلم عن المناطق الموجوده الجغرافيه المختلفه جوه العراق، وجابت برده 100 من 100 وزمرد جابت 10 من 10. يا اولاد لما دخلنا قبل ما كنا بنصور كانت بتقول لي مريم انه انتوا بتصلوا لنا، فقلت لها مش احنا بس يا مريم، في الاف الناس كمان هي بتصلي لك وهي بترفعكم كل يوم قدام الرب، علشان كده هم قدروا دلوقتي يكون عندهم مكان
وقدروا كمان هم يخشوا المدرسة وتفوقوا فيها زي ما انتوا شايفين، وقدرت كمان البنات ان هي او مريم وساندرا يتجمعوا مع بعض. عايز اشوف بقى مريم وساندرا كتبتوا ايه ولا لسه؟ واضح ان هم مستغرقات في الكتابة. زمرد كتبتوا ولا لسه؟ بعد. يلا انا مستنيكم. ولغاية يا ولاد لما البنات تكتب عايز اقول لكم انه دي يمكن في كروت كمان اكتر لسه جايه في السكه دي، مش كل الكروت اللي احنا اللي انتوا بعتوها، لكن في حاجات كتيره جدا جدا جت من كل مكان في العالم، وكمان في كروت جت بالعربي ودي حاجه مهمه خالص خالص. الكارت ده من ليديا، وليديا بعتها وبتقول: يا اطفالنا انتم فن وحرفه خلقتوا بيد الله، يعني انتوا احلى حاجه اتخلقت بايد ربنا. احب ان اقول لكم أن يسوع يحبكم جميعا، وشكرا لكم من ليديا. عندنا كمان كارت من خالد بيقول: لا تفقدوا الأمل، فيسوع دائما موجود لكم ولي وللجميع أيضا. يسوع لا يرغب بأن يرفضكم، بل أنه يرغب في سماع أصواتكم في دعائكم، يعني في صلاتكم. كونوا واثقين في وجود يسوع لكم. من خالد. ميرسي جدا جدا يا خالد، وميرسي لليديا علشان الكروت اللي هم بعتنها. وزي ما قلنا انه في من كل مكان في العالم الكروت جايه، ومبسوطين جدا جدا ان احنا نكون موجودين النهارده في قلب العراق مع زمرد ومع مريم ومع ساندرا. قولوا لي بقى يا بنات كتبتوا ولا لسه؟ احنا بنكتب. انت بتكتبي كتير قوي يا مريم، يعني بتاخدي وقت طويل وكتابه عشان يبقى خطي حلو. انا مبسوط جدا جدا ان انتوا بتكتبوا الحاجات دي، ولغايه لما احنا نقدر نقرا الرسائل يا اولاد المكتوبه، نفسي ان كل واحد فينا يعمل كده. كل واحد فينا لو الرب يسوع حاطط جواه حاجه معينه جوه قلبه ان هو يكتبها ويعلنها للناس اللي حواليه. الرب يسوع هو اللي قدر يجمع ساندرا وماريا مع بعض، وهو قدر يدي كمان للولاد سلام كبير جدا جوه قلبهم. علشان كده نفسي ان احنا مش بس نخلي الحاجة دي لينا نقفل عليها، لكن كمان نعلنها لكل الناس اللي حوالينا، ونوري كمان الإيمان اللي جوانا للرب يسوع، عشان هما كمان يحسوا ان الرب يسوع ازاي بيحبهم جدا رغم اي حاجة ممكن يكونوا أذونا او تعبونا بيها. طيب مريومة، ممكن تقولي لي انت لغاية دلوقتي كتبتي ايه؟ ممكن امسكي الكارت وريه للكاميرا علشان نشوفه. بس دي انا ما خلصتهاش. ماشي، بس عايزك تقري لغايه دلوقتي وبعدين تكملي. بس وريها للكاميرا اللي فيها كده. ايوه، ممكن اساعدك كمان. اول حاجه كتبت: انا مسيحيه، انا احب كل الناس، انا احب اصدقائي، انا احب اهلي، انا احب اعدائي. بعدين بعد ما كملتش الانا لسه هتكتبي اكتر. طيب وريني يا زمرد انتي كتبتي ايه، وبعد كده هسيبك تكملي كتابه تاني. زمرد ممكن توري للكاميرا كمان. اقري يا زمرد. انا مسيحيه وانا اسامح واحب كل من ابني وانا اصلي عشانه. ميرسي يا زمرد قوي، كملي كتابه. صندوره خليني اساعدك وامسك الورقه. انا مسيحيه، انا احب كل الناس، انا احب اصدقائي، انا احب الله يسوع كثيرا كثيرا، وانا اشكر يسوع لانه شوق لي مريم صديقتي، وانا احب اعدائي بعد ما انتهى. لسه برضو انا حاسس ان هي حاجه كبيره قوي. بركه كبيره شويه. نعم لا غشيتي. هو مش غش، بس هي بتقول اللي في قلبها، وانت احنا بنتشقى شويه مع بعض. انتوا اصحاب، انتوا الاثنين زي بعض. زمرد سلمي عليا. طب عشان انت وحشني السلام بتاعك. زمرد مره بصدقيني. ايدي اهي مش هتمشي. انا همسكها. ايوه، ميرسي يا مريومه جدا. يا اولاد وانتوا بتكتبوا كمان عايز افكر الولاد حاجه، او واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي نفسي نرفع قلوبنا بالصلاه انه كل البنات تقدر ان هي دايما دايما تحس بمحبه الرب وتديها كمان لكل الناس اللي حواليها. و نفسي زي ما قلنا كل واحد فيكم يبقى معاه الورق ده علشان يقدر يكتب فيه كل الحاجات اللي هو عايزها. دلوقتي البنات خلصت الكتابه بتاعتهم، وساندرا كتبت كلام كتير حلو، ومريم كمان كتبت كتير حلو، وزمرد صديقتي العزيزه ميرسي قوي قوي يا زمرد. وأكن الحكايه مش بتخلص، احنا دايما دايما بنكمل، وانتوا تكتبوا حاجات للولاد في العراق، وهم كمان يكتبوا للعالم كله
حاجه حقيقيه. كنت عايز اطلب من مريم ومن ساندرا ومن زمرد حاجه مهمه قوي. انتوا شايفين البركه الكبيره اللي ربنا بيديها لكم وبيعملها معاكم مظبوط؟ نفسي اطلب منكم طلب كمان، نفسي شويه من الكروت دي تدوها للناس اللي حواليكم. اتفقنا؟ يعني ازاي؟ يعني زي ما انتوا ربنا بعت لكم كروت كتيره جدا جدا واداكوا امل كتير، نفسي كمان ان انتوا تكتبوا وتدوا كروت للولاد اللي حواليكم وتخلوا دايما دايما الامل بتاع الرب يسوع العايش جواكم يكبر يكبر ويروح ناس كتيره. اتفقنا؟ اتفقنا يا سندور؟ اتفقنا يا مريوم؟ مش عارفه قوي، يعني شويه شويه. اه شويه شويه. اتفقنا يا زمرد؟ لاني مذاكره، لاني عندي مذاكره كتيره قوي. بعد المذاكره مش لازم دلوقتي. طيب دلوقتي احنا عندنا مفاجاه كبيره وحاجه جميله جدا جدا هتحصل مع مريم وساندرا وكمان زمرد. حالا هنعرف ايه هي المفاجاه دي. وانا كمان عندي مفاجاه ما تنساهاش. انت كمان عندك مفاجاه ما تنساهاش. طيب عندنا مفاجاتين، ثانيه واحده وهنعرف ايه المفاجاتين. جاهزين المفاجأة؟ أيوه. طب غمضوا عينيكم خالص، اتفقنا؟ يا مفاجأة اتفضل، فتحوا عينيكم. انا عارف انتوا ما تعرفوني بس انا اعرفكم كل الزين. ازيك يا ابونا دوغلاس؟ مرحبا، كيف الاحوال؟ اهلا بحضرتك، اتفضل. مرحبا، هاي مريم، انت ما تعرفيني لكن انا اعرفك كل الزين، او يمكن اعرفك اكثر ما تعرفين نفسك. مرحبا، أنا سامعة باسمك بس ما أعرف، بس ما شايفتك. أنا اسمي أبونا دوغلاس. أنا مسؤول عن. لا يمكن شايفتك مرة. وين شفتيني؟ مرئيلية. آها، أنت جاية يمنا؟ إيه جاية. لعبتي بالألعاب يمنا؟ هاها، إذا ما حد شايف إلا. بس أنا إذا أقول إن أنا أعرفك كل الزين، وأعرفكم كل الزين. تعرفون ليش؟ لأن أي بلد أروح له يسألوني عن العراق. يسألوني شو اللي صار، فأنا قبل ما أحكي دائما يشوفون بعض الفيديوهات من العراق، فمثلا يشوفون في الفيديو الناس شلون انهزمت، شلون كانوا المسيحيين، وبعدين يشوفون شنو أحنا المسيحيين، فشلون يشوفون شنو أحنا المسيحيين، يعني شنو ردة فعلنا من صار، فلما يقولون ردة فعلنا هنا يقولون خلينا نشوف كنيسة العراق شلونها، فمن يحكون على كنيسة العراق شي يشوفون؟ يشوفون فيلم مالتكم. ليش فيلم مالتكي؟ لان انت قلتي عباره كلش مهمه، قلتي اني اصلي لهم واغفر لهم، وهذا بالضبط ما علمنا يا منوى يسوع انه نصلي لهم ونغفر لهم. وبعدين انت قلتي هذا الحلو هم اللي حلوين يا ابو حضرتك. بعدين قلتي في هذا البرنامج الحلو، طيب ايش قلتي له؟ قلتي له انا اشكرك لانه انت لا تسمع مشاعري، وهذا كان في شيء كلش يعني يهم الناس، انه احنا ما راح نتألم اذا عندنا قلة طعام او مثلا بيتنا ما كان مريح، لكن لا يمكن نعيش بدون امل، لا يمكن نعيش بدون غفران، لا يمكن نعيش بدون يسوع. فلذلك عند كثير من الناس، وانا من اقول كثير يعني كثير كثير دلوقتي، لكن بقى عندنا مفاجأتين يا ابونا. ابونا جه، ابونا دوغلاس، وكمان جايب مفاجأة جوه الكيس، صح؟ في عندنا، لا في ثلاثة، هو مفاجأة ودي مفاجأة وأنا مفاجأة كمان. أقول فعلا في سيدة من دولة تشيلي أعطتك هذا يسوع الطفل، زين، وبعدين في أشخاص كثيرين وكل الدول أعطوك هاي الصلاة، هنا مكتوبة إلى مريم من تشيلي، مكتوبة باللغة الإسبانية لكن تقدرين تكون يمكي. وبعدين في عندنا كمان راهبة أعطتي هاي بالإيد الكي، أنا ما أعرف شكو بيها. وبعدين في عندنا أيضا جتي وحدة قالت هاي كل أنواع الحلويات لوحدة من البلدان، كل أنواع الحلويات اللي هم يستخدموها هذا كل أنواعها هم الكي، زين. وكمان شخص آخر أعطاني صليب الكي، قال هاي لي مريم، وهاي كمان ليسوع، هذا وين التمثال ليسوع، هاي تكون براسه. وشخص آخر أعطاني لكل عائلة مريم، هاي العائلة المقدسة هي تبقى دائما يكون عوائلنا. وشخص وحدة أخرى هم أعطتني هذا الروح القدس إلى مريم. وهذه الصلاة كانوا يصلوها صلاة الاضطهاد في وين ما نروح، فإذا هذه هي
انا اعرف يا انا اعرف صورتي يا لا تستغربين يا اوكي فاي حبيتها اشاركك بيها زين ميرسي يا بوني قوي قوي على كل الحاجات اللي انت جايبها النهارده بس نفسي اسال مريم واعرف مريم انت رايك ايه لما كل الحاجات دي جت هو ابونا جاب لك حاجات كمان اكتر انت حاسه بايه دلوقتي يا مريم حاسه بفرح عظيم قوي واكيد كل الحاجات دي ربنا هيستخدمها في حياتك بانك توري لكل الناس قد ايه محبته ليكي بس بتعرف ان نسيت اقول حاجه قولي شكرا ليك حياتي نو شكرا ليسوع شكرا للناس اللي هم يحبون دائما يصلون ويكونون قريبين لنا لان هذا جدا مهم انه احنا نشعر انه احنا كنا اعضاء بجسد واحد كنا اعضاء في جسد واحد تألم عضو من هذا الجسد الجسد كله يتألم رأس هذا الجسد من هو يسوع زين فهذا اقل واجب ان احنا كمسيحيين انه نقف واحد يم الاخ لكن مهما الانسان ابتعد 100 خطوه بعيد عن الله خطوه واحده انت قلتيها مره خطوه واحده هي تكفي انه ترجع علاقتنا مع الله لما قلت اني اغفر لهم بس كنا نحتاج هاي الخطوه في حياتنا في بلدنا فاني اشكرك لان انت تعرفين هذا الشيء فمعناته راح نطمئن احنا نطمئن على كنيستنا وين ما تكون مهما تجي لها ظروف مهما راح تجي لها اشياء قاسيه مهما راكن احنا مؤمنين ابواب الجحيم متقوا عليها متقوا عليها امين يا ابونا وحضرتك موجود وسطنا ممكن نطلب ان انت تصلي علشان اهل العراق تصلي علشان الكنيسه المضطهده تصلي علشان الاجيال اللي جايه والاطفال اللي لازم تغير في العالم نمسك ايد حاجات كتيره ايوه نمسك ايد بعضنا يلا بينا هات ايدي كسندوره امسك ايد مريم ونقول يا رب نحن ننتمي اليك يا رب احنا شعبك يا رب ليس لنا غيرك يا رب انظر الى اطفالك مهما يعانون فهم يؤمنون بك فقدنا كل شيء لكن لنا يسوع خسرنا بيوتنا واصبحنا عائلة واحدة خسرنا كنائسنا وأديرتنا واصبحنا كنيسة واحدة خسرنا مدننا لكن اصبحنا مدينة جديدة خسرنا كل شيء لكن لم نخسر لا املنا ولا فرحنا انت معلمنا انت الهنا ابواب الجحيم لن تقوى علينا لانك الهنا وما زلت تحفظ وعدك إلينا بارك أطفالنا لأنهم مستقبلنا اجعل الفرحة دائما في قلوبنا باركنا على الدوام واغفر من كان السبب في ألمنا ونقول لهم سوف نغفر لكم نغفر لكم نغفر لكم آمين 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 يا ابونا قوي يا أولاد لما كنا بنحكي وكنا بنقول إن احنا النهاردة موجودين في العراق حاجة كبيرة قوي يا ابونا ان احنا نبقى موجودين كمجموعة من مصر جوه ارض اشور مش كده في اشعياء 19 الوحي المقدس بيقول انه يتقابل المصريون مع الاشوريون والاشوريون يعبدون مع المصريون ويكون في سكة ما بين مصر وما بين اشور وثالثهما اسرائيل مظبوط انت حاسس بايه لما بتحس ان في مصريين بيجوا لاشور وان اشور رغم كل المتاعب هي فتح الباب ارض العراق انه يحصل حتى رغم الصعاب يتم السكه دي بين الشعوب اللي الرب قال عليها يعني يكون اول شيء انسانيين انه يسوع ما خلق ما جاب لنا دين جديد يسوع جاب لنا حياة جديدة يسوع جاب لنا أنه الآخرين وين ما يضعون الحدود احنا نقدر نعبر الحدود هذيك يسوع علمنا أنه حياتنا ليس لها حدود فلذلك حتى لا الموت ولا الألم ولا الضيق أي شيء لا يستطيع أن يبعدني عنك فإذا يسوع أنهى عبارة شيء اسمه المحدودية بلا محدودية أنا لا أستغرب أنه شعبنا يضطهد أو المسيحيين يضطهدون إحنا عندنا إلى اليوم تقريبا عندنا 200 مليون مضطهد مسيحي بالعالم لكن أنا أستغرب أنه إلى اليوم كنيسة هي باقية رغم كل هالصعاب
ما بقي لأن الكنيسة هي بذاتها قوية، لكن بذاك الذي يقويها. أنا أنظر إلى هذا وجود كنيسة مصر، هي علامة نعمة. أي شخص، أي مؤسسة وجودها معانا هي علامة نعمة. أنا أعرف أطفالنا لما يكبرون، يعني believe me، تأكد، هم راح يكبرون راح ينسون أصلاً من اضطهادنا، أنا متأكد، وراح يغفرون أصلاً من اضطهادنا. لكن أنا متأكد أن هم ما راح ينسون من وقف معانا. ها هي مسيحيتنا، صارنا إحنا 2000 سنة نتغذى على جسد يسوع. أمين. بعد زالة هناك 7 سلال أخرى فضلت، هاي تكفي إلى أجيال أخرى. أمين. مرسي أبونا جداً جداً على وجودك، و بعد كل الكلام المهم اللي قاله ابونا ده يا اولاد، عايز اقول لكم ان انتوا الامل وانتوا بكره. ميرسي يا ساندرا جدا عشان تيجيتي النهارده، ميرسي يا مريم عشان كل الامل اللي اديتيه للعالم كله، كويس قوي. ميرسي يا زمرد عشان انت كنتي موجوده، انت قلقانه من ايه؟ ميرسي قوي قوي قوي. ممكن بص عند الكاميرا ونقول لهم باي باي. باي باي. باي. انتوا عايزين تقولوا النهارده حاجه لسات 7 كيدز، تحبوا تقولوا ايه؟ انا عاوزه اقول ثانك يو سات 7. وانت كمان؟ ثانك يو سات 7. زمرد ثانك يو سات 7 كيدز. سات 7 كيدز. طب ممكن تقولوها انتوا الثلاثه مع بعض؟ 1 2 3 ثانك يو سات 7 كيدز. ميرسي ليكوا قوي قوي يا اولاد.